وفي طبعا تحذيرات كتيره جدا وممنوعات تم وضعها من قبل طبعا الهيئه المنظمه، واتقال ممنوع يعني الحاجات المعتاده بتاعه الاستادات. صحيح. بس من الحاجات اللي لفتت نظري كمان يا كريم اللي كان ممنوع على سبيل المثال السجائر الالكترونيه يعني واي بطاريات واي باور كل بانك، كل الحاجات دي ممنوع، كحول ممنوع، اي في عصايه اطول من 50 سم، حاجات زي كده كتيره جدا، واي لافتات او تيشيرتات فيها شيء من العنصريه. انت كنت بتتابعني امبارح في الراديو الله عيب عليك.